على الواتساب، بس هبص ما بقولش حاجة وحشة ولا عمري قلتها. يا روحي، انت ما بتقولش حاجة وحشة، هو عمره ما قال هي حاجة وحشة. أجنبية بس ما ايه ده، بتعملش أي انا ما حاجة. خدتش بالي انها صديقة، انا بحسبه صديق. صديقة ماشي، مش مشكلة، بس ايه، ما بتقولش هي لفظ خارج وانت مش بتقول لفظ خارج، صح كده؟ ما بنقولش. وانت يا مريومة، لا انت ما عندكش اصدقاء؟ عندي وساعات بندخل روبلوكس نقدر نلعب مع بعض. الله، جميلة قوي ومسكرة. اصلا انا ليه بقول لكم النهاردة عن اتيكيت الانترنت؟ لاني بشوف صور كده مش لطيفة يا مريم، ممكن ولد ينزلها حاطط رجليه وجعاه فحاطط رجله في وشنا، حاطط ايديه وجعاه فحاطط دراعه في وشنا، بيكتب كلام ممكن يكون مش لطيف، يجرح بيه ودني. ايه؟ يجرح ودني؟ ايوه، ما ده اللي انا عايزه اوصله لولادي النهارده. ما ينفعش اني اكتب كلمه اجرح بيها لا سمعي ولا بصري، ولا حتى اقول حاجه ما تكونش لطيفه. خلاص؟ طيب، واكتب صح. الله، الاملة، صح كده؟ لو كتبنا حاجه غلط مثلا، بنكلم واحد اجنبي كوري. انت ايه موضوعك في الاجانب انت النهارده؟ ايوه، ممكن يضربنا وما يفهمش الكلام بتاعنا. صح، ويزعل ويقول ايه الولد ده. طيب، انا عايزه اقول لكل المشاهدين النهارده ان انا معايا بطل ريشه. ايوه، هو ريشه، وهو حتى على الكرسي ريشه، حتى حبيبتي ساره بطلت ريشه برضو. النهارده كنا عايزين نسمع منهم كلام كتير بيتكلموه عن الالعاب بتاعتهم والموهبه بتاعتهم، ولكن انا حابه بصراحه بجانب كلامهم عن الموهبه بتاعتهم ان احنا نركز على سلوكياتنا. فهاخد مني كلمه صغننه كده بسيطه. انت بتلعبي ريشه بقالك قد ايه؟ يعتبر داخله على السنتين. بقالك سنتين بتلعبي ريشه، وقبل الريشه طبعا انت وياسين كان في سباحه، كنت بتدرب سباحه مش كتدريب. وقبل عادي. السباحه كان في ايه؟ كان في جمباز، صح؟ ايوه، وانا صغيره ده اول حاجه لعبتها. الله، وانا برضو في السباحه بس اخدت ستار 1، وهي برافو. دي الشهاده. الله، طب امسكها حلو كده، امسكها حلو كده ياسين. لا اعدلها بقى، اعدلها يا استاذ، اعدلها مقلوب، اعدلها. ايوه كده، برافو. طب قول لي بقى، وانت ماسك شهادة التقدير بتاعتك، الرياضة الحلوة بتاعتك دي علمتك ايه؟ علمتني ان انا اعوم، وان انا لو بغرق اعرف اعوم. بتغرق؟ هي وصلت للغرق؟ ايوه، ما هو لو انا في حتة غويطة. الله، بس انت بتتعلم لما تيجي تروح عند حتة غويطة بتتعلم ازاي انك انت تعرف تعوم. لا، انا قصدي من الكلمة يا مريم ايه؟ الرياضة دي علمتني فن اتيكيت برضو، صح؟ لما اقف قدام زميل ليا وبلعب معاه بيكون في تحية ليه، صح كده؟ ولو انا خسرت او هو خسر بيكون في سلام بيننا وبين بعض. ولو انا خسرت او هو خسر مش نعيط. وفي الكاراتيه برضه لازم يحيوا بعض. ده الحاجة اللي علمتنا. ايوه، التحية. خلاص، نزل بقى يا استاذ شهادة التقدير بتاعتك. طيب، عايزه اسال مريم، مريم انت عندك قطه في البيت؟ ازاي بتتعاملي مع القطه دي؟ بلعب معاها، وبتحب قوي لما اجي اعملها كده، فبفضل اعملها كده واشيلها وتحبني. هي القطط دايما لما نعملها من دقنها ايه، بتقعد تعمل صوت كانها نايمه، خرخره. حلوه قوي، انت رحيمه قوي بالقطه بتاعتك. برضو في يا ولد، سيبها تكمل جملتين، جملتين اتنين. كلميني عن يومك. طيب، بيمشي ازاي؟